المسرح برشا ناس ما عادش تمشي له، ولكن كي نرجعوا السنوات التالي وقت كان فما برشا انتاج مسرحي كانت الناس تمشي للمسرح. احنا باش نرجعوا سنوات وسنوات التالي، عام 89 كانت فما مسرحيه بدات. وقت اللي بدات الناس الكل قالوا شنو هذا، مسرح النخبه، مسرح يصدم، شنو قاعدين يقولوا. الاقبال الجماهيري عليها ما جاش من اول نهار، ولكنه بشويه بشويه الناس بدات تفهم شنو هالمسرحيه وبدات تجيها. وبطبيعه النجاح منقطع النظير كان سنوات، كان مده عرضها، وحتى اليوم كي نحلوا اليوتيوب باش نشوفوا هالمسرحيه هذيا الناس الكل تحب تشوفها. حتى الناس الصغار ما خلطوش على المسرحيه هذيا، يحبوا يشوفوا كلام الليل. كلام الليل هي موضوعنا اليوم في نهار من نهارات. ما نجموش نحكيوا على كلام الليل من غير ما نجيبوا مولاها. هو مقل في ظهوره الإعلامي، ولكن اليوم سعداء جدا باستقباله، واحد من أهم الكتاب المسرحيين في تونس، والبلومة متاعه كما يقولوا في لغة الكتاب هي حاجة خاصة جدا. مرحبا بيك سي توفيق جبالي. أهلا بيك. أهلا بيك. حبيت نصحح لك، قلت الناس ما عادش تمشي للمسرح، وهذا مش برشا مسرح هذا اللي يمشي له توا، يمشيوا للمسرح على الاقل من وجهه نظر فضاء التياترو. احنا عروضنا متواصله على كامل الموسم، انتم خاصين والجمهور موجود، انتم كسبيسيال ستوف. وانا قلت مره في الحديث السابق نحن نحتمي بالجمهور والجمهور يحتمي بنا، دونك العلاقه واضحه. وغزمو اللي الناس اللي كيفكم مازالوا موجودين يعملوا في مسرح باهي. هاي فما مازال باهي، ما نعرفش ما موجودين. هاي كيفاه باهي؟ هاي نقول باهي. هو زاد كان موجود في كلام الليل، ممثل قدير وزميلنا في اي اف ام، وبطبيعه الحال واحد من الوجوه السينمائيه والمسرحيه التونسيه والتلفزيونيه. سي رؤوف بن عمر مرحبا بك. اهلا وسهلا. باهي كلام الليل سي توفيق، انا قلت في التقديم انه كي خرجت للناس، الناس قالوا شنو هذا؟ شنو اللي قاعد يعمل فيه؟ ما هو هذيك رياضة وطنية بكل صفة، أي تجديد مجتمعنا محافظ إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، معناها يعطي وذنه، يعني مادام الأذن أعطاه النتائج من بعد ما ولا يهبط فيها العسل. تبقى من الأول قيل ما يلزم ويتقال في أي عمل جديد. أنت قلت عمل نخبوي، ثم قالوا هزان ونفذان، ثم قالوا أسفي عليك يا مسرح، وقالوا هذا بتاع ريق بلدية، وقالوا عمل فرانكوفوني، وهالأشياء هذه كلها سمعتها مدولة وقتها سمعتها الصحافة، وحتى الناس اللي هما مفروض يكونوا هما بعد الحدث، هما وراء الحدث، دونك هما سبوا اكثر من واحد. قال لي حصر على شكسبير وموليير، وين يعني، ما انت السلفيه موجوده حتى في الذهن، في ذهن الفن. ومع ذلك يعني الحقيقه كما قلت انت من البدايات بتاع كلام الليل كانت ثم نواه صلبه بتاع الجمهور يتبع، لانه قبلها ما احنا التياترو تاسس عام 87 87 قدمنا مذكرة ديناصور اللي هي كسبت أيضا جمهور، ومعايا سي طبعا سي رؤوف صديق رؤوف العمر. ثم بعد عملنا حاضر بالنيابة، ومن ضمنها معايا كيف رفيق الدرب سي رؤوف. لكن بعد جات عام 89 كلام الليل. كتحب نعطيك شوية بدايه كلام الليل شكون اللي نزل على الفلسه بي جوست اونتر بارونتيز، باش نخلي لك هذايا جوستومون باش تقوله لي، على خاطر في نهار من نهارات الناس برشا تحل يوتيوب وتتفرج في كلام الليل، ولكن لي كوليس بتاع العمل ديما احنا نهتموا بالحاجات اللي هي ما يعرفهاش الجمهور، الى جانب الحاجات اللي يعرفها بيان سور، ولكن المهم انك تقول لي كيفاش جا الديكليك هذا. اول شيء هو كان مشروع للتلفزه الوطنيه عام 89، ثم نوع من الانفتاح السياسي والحرية، الناس في الغلطة كما السنوات الأولى للثورة المباركة. فعيت لي مدير التلفزة قال لي نحبوا إنتاج، أي تراه وينكم إجاو. ثم كانت برنامج وقتها في التلفزة الإيطالية نسيت اسمه الحقيقة، فيه مسرح ورقص ومشاهد فنية شوية هكا، أنا استلهمت منه الصياغه هذه انسبيراسيون. قبلها كما قلت كتب تمثيل كلام، وبعد كتبنا حاضر بالنيابه، يعني في المناخ هذاك كان متوفر.
فأول إنتاج قدمناه كان إنتاج للتلفزة، يعني إحنا هما ينجوا نعرضوا في المسرح وهما يقدموا يصوروا ويعرضوا. أنا كتبتها أنت باش تكون اون إيميسيون في التلفزة مانسويل شهرية للتلفزة، اون إيميسيون تياترال شيء مش واضح مازال الصياغة بتاعه مش واضحة. أوكي. فيها سي محمود، فيها سي رؤوف، كمال تويتي، كمال تويتي هذا المؤسسين أنا نقول، ومعنا علي مصباح الراحل الفنان الراحل، ومعنا إيمان جمعة، إيمان السويلة الحلقة الأولى مش معنا، إيمان جمعة الحلقة الأولى من بعد بعد الحلقة الأولى كي شافوها تنبأ بما لا يحمد عقباه قالوا غالي علينا ومش ممكن وكيفاش نعملوا، مش مشكلة هات احنا توا عم ننتجوا احنا وانتم صوروا وعلى ذوقكم خلصونا. وقت يا سيدي كانوا وزارة التلفزة كتجيه كانت تدفع 4000 دينار على العرض، شيء قوي معناها اي عربون بتاع حتى بتاع وطية وتم الامر كذلك اشوى. العام الاول كيف التلفزة خلصت من الواجب نتاعها الوطني هذا انتجنا في موسم واحد 4 حلقات من كرملي بدون حتى شيء مع وراء حيثيات بسيطه ياسر معنا. وثم يعني العام الاول انتجنا 4 حلقات، العام الثاني اظن 3 ولما جرى يعني بدايه الكلام الليل جات من اراده حكوميه. اي نعم عن طريق التلفزه الوطنيه وقت تونس 7. اي ما توفيق الحاجه اللي دبرناها سيكو وقتها الكوميسيون سانسور قالت هذه مش روايه انا سميتها هكا اي فيها انا سميناها منوعه مسرحيه سيتين فاريتي حتى من باش ما نتعداش قدام اللجنه التوجيه وقت كثر يعني هذه خلفيه ما يعرفوهاش الناس يقولوا انتم كنتوا تعملوا في هذا في ذلك العهد. نعم كنا نعمل ذلك في هذا العهد لا محاله صحت رقعه منا ولكن زاد كيف تحايلنا بالحيله سميتها منوعة مسرحية. كي شافوها قالوا لك عاد حط عليها لقب منوعة. لا هي منوعة مسرحية، منوعة ما تجيش عوادة، وزارة تجي للعوادة، حتى النقاد اللي هما بوست مودرن ما شاء الله، قالوا هو بيدو هذا مش مسرح، هو بيدو قال هي منوعة. معناها القهوة السبب معقول. فتواصل الأمر بدون كما ننتجوا ونعرضوا من غدوة، ما عندناش مشكلة، ما فماش حيثيات ودوسي وإجراءات وتجي لجنة وتحضر. يعني التلفزة قالت أنا ما عينيش بالعمل هذا. لا التلفزة قالت ما عينيش. لا ولكن التلفزة قاعدة تبث. قاعدة تسجل وتخلص. الحلقات نعملوهم ونبيعوهم لها. وفما اللي ديجا يصلحوا أنهم اليوم يظهر لي على اليوتيوب يشوفوه مصور من التلفزة. مصرف أكثر لهم كلهم مصورين. دونك سا سيرفي كيك شوز. الحلقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة من غير رقابة تلفزيونية. بدات الرقابة نتاع التلفزة من الخامسة، السادسة، السابعة، السابعة تمنعت نهائيا. والثامنة والتاسعة هذه الاستوريك نتاع حرية التعبير في ذلك الوقت. فما وزير ثقافة منحة زادة وجاءوا الأمن ويطلبوا منه هذاك العشرة أتباعد نرجعوا لما دوما. علاش اختيارك سي توفيق سي رؤوف؟ نفهم أنه خدم معاك يعني رفيق درب، ولكن علاش اختارك الأسماء هذيك؟ هو ساعة سي رؤوف ذاك كما قلت رفيق درب منذ الاستقلال احنا و يعني ثم النواة الصلبة نقول الناس اللي أسوا تياترو هما رؤوف بن عمر، محمود الأرناؤوط، رشيد المناعي، زيد سميلي. احنا بدينا من الشباب المدرسيه مع بعضنا وكانت منافسه كبيره. مشروع التياترو اصلا هو مقام على هالاسماء هذه يعني. وثم نوع من يعني احنا خالطين بعضنا وعندنا تقريبا نفس الاهداف ومنسجمين يعني. والناحية المهمة أنه الناحية المادية ما كانتش مطروحة حتى نأطروها ونزيدوا نشوفوا يصير ما يصير وقتاش ومتعاش. كنا أول هدف هو
تجسيم هذه التجربة. هك علاش هي تواصلت؟ هك تواصلت. هل أنه كما عفوا كمال تواتي خلط خلط في خلط بعض هي. هل أنه توفيق جبالي الصحفي نعرف اللي أنت كنت تكتب مثلا ربريك اسمه العد التنازلي في الرأي جريت في الرأي والربريك هذية بعد قاسيت عليها أنت معناها قلت ما قلت مرقيت الجريدة تستحقني لا أنا... هو تمنعت الجريدة تمنعت الجريدة بتبيع ولكن قالوا لك علاش ما ترجعش تكتب قلت لهم ما فماش جريدة تستحقني أنا نسيت إذا أنا قلت شيء هو عاد 10 سنين لو نشرت في برنامج في باريس في الورتيف هاي في الإذاعة هاي واخذ الميدالية متاع الميكرو الذهبي حسين و... متعدد المواهب هذا يعاون راهو انت تعرف اكثر مني الفن الاذاعي يعاون على مستوى قيمه الكلمه وقيمه بعد الثاني والثالث للكلمه يعني ممكن انت كلمه تقولها حرفيا ولكن تعطيها ابعاد وهذه التجربه الاذاعيه تعاون اكيد راهو بن عمر فما حاجة تخليك أليز كي تخدم مع توفيق جبالي بيان سور على خاطر توفيق يعطي توت لا ليبرتي للممثل ما تعرف مثلا حلقة كلام الليل فيها نقولوا احنا 17 نص ولا 18 نص هو يجيب معها 40 ونقراه جميع وما لازمش عليك باش تعمل النص هذاك اختاره يسفيدك وتسوى أليز وتحس وكذا دونك سا سي سي ديجا معناها افونتاج لاميتي كي دور دو كذا فما هكاك اللي نفهموا بعضنا على الرمش اون كومبليسيتي اون كومبليسيتي اي لو بلوز امبورتون سي نوفوتي سي ان تكست موا جو ديغي سي ان تكست يونيفرسيل معناها تكست يونيفرسيل وقت اللي تعديه بعد 25 سنه صالح لكل زمان ومكان تكتب بالبارح اكزاكت كيما وقت عملنا مذكره الديناصور رواية بريشت كأنها تحكي على 87 وقت احنا بدينا صحيح هي الشبهة على كلام الليل أنه رواية نقدية للوضع السياسي هو هذا إطلاقا ما ثمش منه علاش خاطر كما أي عمل فني ولا أدبي أنت تاخو مادة أولى من المجتمع من الأحداث مش هي المستهدفة يعني انا تو نقوم الصباح ما عندي ما نعمل نخمم في بن علي مثلا والحاشيه بتاعه والطرابلسيه نو ولكن ثم السلطه ثم تجاوز السلطه ثم الايمان المدنس ثم يعني هذه القضايا اللي تبقى ادوات التعبير ما تستعمل انت الموجود المتاح وهك علاش بدون ولا فخرة قال للراجل أنه اليوم كي تشوف كلام لي ما هيش مربوطة بحدث معين تقول علاش قالوا هكا الخاطر مرة أخرى سيدي داود طاحت حوتة ما عنده حتى علاقة فهمت مستقل بذاته ثم حاجة أخرى باش نقولها مع السي رؤوف احنا عدينا كلام لي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بدون رقابة ثم عندنا أكبر رقيب في كلام الليل هو سي رؤوف بن عمر هو اللي يقول لا مستحيل مستحيل سيب علينا وقتها أنا عندي حق اللجوء نمشي لسي محمود درناوت يقول لك سي محمود درناوت قابل هات لهوني قول لي أنا موجود بس توفيق بتدخل خطر الناس كانوا يعيشوا معنا أحنا الكل معناها في كونجنكتور يعني بوليتيك صعيبة صح يعني على ذاك كي تبدا تتفرج في حاجه ولو انه كنت ما قصدتش باش تكتبها فانك تفهم انه بتيتر قال ذاك يحكي على المشكله اللي صارت عند جماعتي هو الرشد عند سي رؤوف والتنطع عند نحن وثم مو انت كيف الناس حشتهم هما الناس حشتهم برد الفعل الفوري يقول لك الان وهنا هو مش يقعد يتبعك انت شو تقصد في الدرجه الثالثه والرابعه ماذا به يا اخو ثم مره نتذكر خاطر المتفرج هو بيده يأول لمصلحته كان عنده هو مشكلة مع الخبز ولا مع التاكسي وكذا اللي باش تقوله باش يركب له على التاكسي ولا على الخبز ولا على البوليس ولا ثم مرة نحكيه على الموت يقولوا مات الله لا تقيمه هكا ديساكريزي لامور دا شنو بروفيل متاعك المواطن التونسي العاهة على المجتمع لا يخدم لا يقدم وعنده الفلوس وعنده الامكاني وعنده المعارف وعنده هو وبيم ولا يقرا لا يسمع موسيقى لا بعد نهارين سمع صديق ما شافش العرض
قال لي خسارة رتيت العرض الباري عطيتوه الحس كمال الطيف. شنو قلت له؟ احنا دخلنا. قال لي قالوا ذيك مات لا تقيم وذيك باب باب. معناتها شوف التأويلات. ونزيدك زيادة اللي لجنة التوجيه في لما تكون اوبيراسيونيل تأول بالضبط كيما المتفرج العادي. خاطر هي اساسا متكونه من الناس يعيشوا في الحياه كيف دي. كيف هنا بنفس المشاكل يعني. هنا تونس تعرضت مده موسمين ابتداء من 2003 شافتها لجنه التوجيه مرتين. ثم في مسرحيه يقولوا اي توا مسرحيه ما شكون باش يموت في الاخر. قولوا شنو باش يكون يموت؟ قولوا اي مسرحيه تبع حد يموت في الاخر. قولوا انا كان باش شي واحد يموت وانت تعاركوا. نحاتها قالوا لا نحيها. قلنا يا ساده ما هو احنا قلناها في الموسم اللي تعدى. قال لا وقتها كان ثم حديث انه الرئيس بن علي عنده مرض خطير. قالوا ها لا 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 نحيها يود عليه. قال نحيها وكهو لحالك هذيك وما نحاولكش في هنا تونس في الاخر انت كي تقلد كانك تقلد صوت بن علي وتقول عاش تونس المسرحيه. لا عاش المسرح التونسي عاش تونس المسرحيه. وهذا يمكن من العمل اللي حبه اي ثم ناس يخافوا يخرجوا من الصاله. ما يلاقينا نقدر سباتيك تحبهم في لا بلاس في هنا تونس. الميت اللي سرسان يقول له توفيق وقتهم تعرف البنان ما بنان. قال له انت طالع يقول لي سيدنا ادم ولتنا حواء تعاركوا على صفقه متاع بنان. جيت السنسير ما هدو قالوا له سي توفيق تفاح. قال لهم سامحوني زلت لا ما قالوش تفاح هما قال لي نحيها حكايه البنان نحيها. قلت لهم باهي سيدنا ادم وتعاركوا على جاجو متاع تفاح وقتها ما كانش ثم بنان. يظن كان خليت اخير ولا دوبلي فيه دوبلي فيه. احنا نتعاملوا سامحني نتعاملوا مع بين معقفين ظفرين نتعاملوا مع البهمه رانا. وهذا مهم ياسر. الناس اللي يظنوا اللي حر التعبير وكانت مقموعه ولا ثم جراه ثم البهمه عنصر البهمه كنا نتعاملوا به كما هو اليوم وغدا يعني ما هذه عنصر قار يعني نتعاملوا به ونفتخروا بانه موجود متوفر لانه يساعدنا احنا باش نكونوا متواصلين مع الجمهور. كان عندك حكايات مع وزراء الثقافة مثلا صالح بكيري هو وزير ثقافة شد من جانفي 95 حتى الأوت 96. شنو كانت حكايتك معها صالح بكيري؟ لا كما قلت لك كلام الليل الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة ما كانش تتعدى قدام التوجيه. ثم وزير من الوزراء منوع ثم وزير من الوزراء مهرجان حمامات طلب العرض للافتتاح كلام الليل الثامنة قال لي تعدى قدام اللجنة شكليا. تعدينا شكليا ومشيت الامور. التاسعه عملنا منوعه رجعناها منوعه. العاشره جاني منشور قال لي بد ان تعدى قدام اللجنه. فاللجنه كي شافتها منعتها بالمنع بالكامل. احنا في تقاليد اللجنه التوجيه هذه اللي هو اعضائها احنا ما قدم انتيكا هما نعرفوهم انه ثم تفاوض عليه والناحيه هذيك زيد هذيك بيع وشري يعني. بيع وشري واحنا كنا ساعه نزيدوا كلمات نابيه قولوهم لا يقال باش نلهيوهم هكا باش نحيوا ونقعدوا نزيدوا واللي به فايده ما يراهوش. المره هذه قالوا نهائيا لا سبيل اليه لا سبيل اليه. كان مدير اداره المسرح ديمقراطي كبير ويكن لنا كل الاحترام. قال لي ممنوع. قلت له علاش ممنوع؟ قال لي انا غير مؤهل باش نقول لك علاش. قلت له وسمعت الكلام قلت له علاش انت مؤهل في مواضيع اخرى انت غير مؤهل وهني باش نعرض المسرحيه وتفضل انت امنعني. فاعلم الداخليه وغيره وجاوا طوقوا المسرح وعملوا لنا السينما نتاع عدم وليلتها الوزير الاول حاجز تذكره وجاء قالوا راهو ممنوعه فقفل راجعا. المهم انه يجي ويخلص الضغط هذا اللي صار. ليس الوزير حطوا لي كوميسار في البيرو عندي باش يمنع المسرحيه انه تعرض. وكان دائما يعتذر لي يقول لي سامحنا راهو مش احنا الداخليه راهو وزارتكم هي اللي عامله.
وعندما رفع الحظر عن المسرحية باسم يهناني والأخير هي عاد وقتها أنا كلمت عن صديقنا في الرئاسة قلت له سي فلان أنا حبيت نقترح عليك اقتراح كان ممكن تأخذ بخاطري. قال لي شنو؟ قلت له مدير إدارة المسرح كان ممكن نتعينوه في الداخلية ومتاح الداخلية تجيبوه لإدارة المسرح لأنه مثقف ومتربي وأنيق خاصة يبدلوا الأدوار ويتكلم لغات. فوالا اسكو طلبوا منك انك تكمل كلام ليلى انسرت ماما طلب مني وزير الثقافه وزير الثقافه عنا وزير ثقافه سي الهرميسي قال لي إيه صحيح اي شجعني قال لي وقتاش تعمل لنا وزير كلام ليلى قلت له نحب نتعدل موضوع اخر هذا 2000 هكا ويتناف ولا شو هكا اخر عام قال لي بالعكس كلام ليلى تو وقتها تو وقتها تاع شو قلت له معناتها وقت كان الوضع هو اكثر اضطهاد من قبل قلت له انا نحب نتعدل حاجه اخرى يزيني من كلام ليلى لا قال لي نعرفوك هايل نعرفوك مستواك عظيم اعمل مسرحيات للخارج وعمل لنا كلام ليلى محلي للتسويق وعمل لنا يعني وزير ثقافه اي بورتون كلام ليلى مشيت في باريس في الامارات في الشرق في ومطلوبه ونحاتك أكل الحكاية اللي يقول لك المسارة ما نفهموش عليكم ولهجتكم هي بالجد مو وصالة كلها طايحة إن كان في الشارجة إن كان في القاهرة وفي دمشق من وقتها تنحات هذي ما نفهموش عليكم التونس ما فهموش كلامنا يفهموا الجد مو صحيح هو مسألة اللغة بالطبيعة جت فترة من ترجع حتى للثمانينات كان مجتمعنا يعتبر أنه الدارجة نتاعنا قاصرة على التعبير على أشياء مهمة لانه بالمقارنه مع اللبناني والمصري ومسلسلات كانوا يصوروا انه اللهجه نتاعنا نتاع كل يوم شعبيه وفقيره ما تعبرش معناها ما تعبرش والعربيه هي كان سي محمود المسعدي كان في وقت من الاوقات وزير الثقافه كان يحب يمنع المسرح بالدارجه لانه هو اديب ومن مدرسة حب شو هذا المدرسة بالدارجة وسخ هذا للمسرح المسرح معبد وأشياء راقية تجربة العامية مع المسرح الجديد وغيره أعطت أنه اكتشفوا الناس اللي نجم نقولوا أشياء ميتافيزيك لغة أشياء أخرى أي بشوية بشوية مسألة اللغة ما هيش اللغة الحداثة بتاع كل يوم تاخو وتنقل تم الشغال على اللغه الدارجه تهذيب توفيق جبالي انت بتاتر مش على خاطر كنت موجود ولكنك هذه حقيقه انت بتاتر من اهم الناس اللي كتبوا في المسرح وبطريقتك لو جو دو مو معناها كي تقول انت في تونس توا لو جو دو مو برشا 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 ناس اكيد اغلبيه اللي شافوا لك المسرحيات حتى في ستاتويت نتاعك والفيسبوك لو جو دو مو معناها حاجه انت ذاك الملعب نتاعك معناها اي ولكن ماهيش دوني بيان سور موش راس الفتله قناه خاطر جودمو توا ينجم واحد ينكت الصباح بهذا جودمو مش هذاك اللي يخلي الفكره تتكتب ولا تتصاغ بيان سور لازم باك جراوند وين كومبيتونس وان سافوار فير السخريه ولا افيك دي جودمو ولا سان جودمو والمفارقات اللي تجيبها الكلمه هي أداة يعني مش وسيلة وحتى الإضحاك بين قوسين خاصة نعيش في عصر الإضحاك المطلق ذاك هو بيده زاد أداة معقول يعني أنا بطبيعتنا نراو الأشياء دائما بتنسيبها نراو الأشياء بصفة بينا وبينها ما نش في المعمعة ما نش نغرفه من المعمعة وزن الجابي حطم الخابية لك هذا اللي يخلي ثم روح معقول الروح أنا حتى ندخل كنت فرج شخص معناها أنا أتصور اللي المسرح هذاك مسرح العاطفي البسيكولوجي هو فاشيستي شوية لأنه يحب يغلب عليك ما يتعاملش معك بذكاء ما يتعاملش معك بفتنة ما يثيرش المناطق المحرمة عندك في ذهنك إذا هذا كله يخدم الفعل المسرحي واللغة ماشي معناها محل هي تولي هي محل استعراض تاخو شكل معناها تاخو كلام الليل كما قالك سي رؤوف في مصر اللي هما شوفينين ويعتبروا اللي هما في المرتبة 5 على 5 فهمنا
القاعة في مسرح القومي وقتها رد الفعل كان في القاعة التونسية. عليه خاطر اللغة خذيت منعرج ما قعدش في المستوى الإفهامي برك. لعبة هي بيدها كي تاخذها وتقولها وكيفاش وتمشهدها توصل. هو معناه مش حاجة سهلة انك تاخو أمي سيسي وتعمل منها حكاية. يعني طبيعة. أمي سيسي من أشهر ما تقال على كلام الليل. يعني تاخو من الخزينة تاخو من الذاكرة الشعبية الاجتماعية وترجعها وترجع له بصفة أخرى. ما هذا اللي هو الخدمة اللي لازمها تعمل. أنه مانيش بعيد عليك الكلمة اللي نقولها عندها تاريخ عندك مش أنا استنبطتها. ولو أعطيك حاجة مغايرة ولو حتى مثلا نص التكمرة مثلا التكمرة خلاف على كلمة هي الكلمة مش موجودة ولكن الاختلاف على كلمة هو الجوهر الموضوع. هو جوهر الموضوع. يقال لا ويقال أو لا يقال لا ما يقالش كاكا وتقال تك بالكسرة بتاع التار خاطر التاء تولي ما عندها معنى آخر. وبر العبيد وغيره من اللي يتقال. هل أنه كلام الليل وقت اللي تعرض لمدة سنوات نفس النجاح نفس الإقبال الناس يتبدل الجمهور عن سرطان مومو يذولي تغششت على الجمهور اللي كي تشوف في السالة تلقى ياكل في القلوب هذه منين ليك لا عنده فما فيديليتي متاع الجمهور اللي نشوفوه في كل حلقة من كلام الليل وما يجيش مرة يجي أربعة خمسة وفما الببليك اللي يبدأ حافظها باركور ما كان. لكن اللي أهم من هذا هو كونه العمل عنده قيمة كبيرة اللي خلى النقاد كبار من مصر ومن لبنان كتبوا عليه مقالات معناها متاع منهج كامل وطيار كامل كذا. فما أطروحات في الجامعة تحليل نقدي لا واحدة لا اثنين لا ثلاثة عملوا أطروحة متاعهم على كلام الليل. هذا هو الشيء الإيجابي اللي هو معناتها نظهر نفدلكوا بجزمو وهي إذا كانت تسيزي لفون المانيير بطبيعة سي ان فينومين ليتيغير بطبيعة وللأسف ما قلت لقلوب بالحق ذي ولا اي أنت نقول لك عليها. هو للأسف ما كتب عن كلام الليل في سوريا ولبنان ومصر لم يكتب في تونس. وهذه ميزتنا احنا انه دائما ننتظر الآخر حتى يشهد فينا. بالنسبة لل اي هي شعبية هو الفكرة انه شعبية العمل ماذا بيك انت تحكم في خيوطها. لو تستسلم انت للشعبية ونوليو على سوق دلال شكون زاد. وفي كلام الليل 10 بالذات اللي خذيت رواج انه انا ديما بعد نقعدوا بشهرين ثلاثة نعرضوا ديما نشوف الصالة نشوف متفقد الصالة القاعة كي نلقى قشور القلوب نعرف اللي يعني الجمهور تاع قاعة طنجرة ثم سوء تفاهم بدا يقوى دونك اون اريت لو سيكل يعني ما مش لازم ماناش متفاهمين سان بون انديس هذا يعني سي فيابل وي فيابل وي خاطر يجي ثم جمهور يجي غالط في العنوان هاوكا ثم درجات هو كلام الليل تو احنا قعدنا ركزنا على كلام الليل ثم بعد حصة تتناول كلام الليل لا بعد تتناول كلام الليل اما راهو معش علاش ثم اعمال اخرى جات من بعد اكيد اكيد يعني عاشت المده نتاعها الزمنيه اللي تستحقها كوا. بالنسبه لكلام الليل انا بين كلام الليل سبعه وسبعه وثمانيه عملت مسرحية اسمها فهمت الله. هاي. فهمت الله هذه في أوج شعبية كلام الليل. كلام الليل سبعة جات بعد حرب العراق وفيها شو اسمه شعب واحد ما يكفيش وفيها رشيد ما يحبوناش والكيميائي والكيميائي وغيره. قلت احنا باش نقعدوا توا أسرى هالنجاح أي جن نطرح نقصوا نعملوا أي الكونترات ونفسدوا نسكر الحنود وعملنا فهمت الله اللي هي في مع فريق آخر لا كلام ولا سلام ولا تحريكة قصدا يعني لا هو قصدا أما بعد عندها دوافع فنية هي عبارة على صورة عائلية فيها الأم والأب بيأخذوا تصويرة صورة مناسبة معينة عيد ولا فرح واللي هو واللحظة هذيك بتاع توقف تاع الصورة اللي لو ديكليك خدمنا عليها مدة ساعة من زمان مسرحيا يعني 1 hour de temps
هذا يتسمى معناها جريمة عملناها في حق المتفرج، لأنه كان جاي المشروع وسلعة يلقى سلعة حاجة أخرى، يلقى سلعة مغشوشة ويلقى فيها غش وفيها تخبيث وفيها سرقة فيهاش كلام سيختو ودفع فيها فلوس. لا لا حركة لا سرقة. الواه ذي ما نحبش نقول زعمة شماتة، ولكن عمل فني آخر، وجهة نظر أخرى لا تقل الأهمية على اللغة والمنطوق والحركية، وجهة نظر أخرى فنية راهو ممكن يا نجمك نكلمك بلغة راهو ممكن راهو ممكن نتواصلوا مع المسرح بصفة أخرى بآليات أخرى. بالطبيعة وقت اللي جات كلام ليلة ثمانية عملنا معناها صار ممكن. يعني هذا اللي حاب نقوله أنا اللي ما هو شيء مفيد بالنسبة للمسرح الكاتب والمخرج أنه يقعد في أنه ينساق مع الطلب. خاطر ينساق مع الطلب سهل، خاصة في مجتمعات اللي هي قابلة للغش ماكشي بسهولة. بسهولة بسهولة قابلة للغش. نغش كان غدوة نحبي الصالة تروى السيزون وكات السيزون نضحك عليك كما هو الحال اليوم في السوق. لا ما ساعدنيش أنا، ما ساعدنيش. خلي فلوسك عندك، خلي حضورك عندك، لأنه الوهم هذا بأنه ثم شيء ما ثماش. أكيد حب كلنا مستقل أو مقولي معايا مستقل. أنت كبديت قلت لي بإمكانيات صغيرة كلام الليل معناها بريسك معناها ما عندكش إمكانيات كبيرة باش تبدأ المسرحية ذي. بعد أسكو شنو عملت التواصل هذا متاع السيكل متاع كلام الليل في الإمكانيات المادية للمسرحية للممثلين لطريقة الإخراج وغيره؟ مختلف عن ساعة من حيث حتى قيمة التذاكر. احنا نراعيو حاجة واحدة انه بوفوار داشا، حتى اذا كان المسرحية زي ما تتباع ب 30 و 40 دينار احنا لا نتجاوز 10 دينارات احتراما للمتفرج اللي هو متفرجنا. هاي. هو شاب متعلم محدود يمكن، وحتى كان مش هو محدود هو لا ما يهونش ممكن ياكل حاجة ب 30 دينار و 40 دينار ولكن يستخسر في المسرح، ثم القيم مقلوبة شوية. فكان نراعي وشي هذا وسعر خاص الطلبة. نقول النجاح شو يعمل، النجاح وعدم النجاح كيف هما عندهم نفس الملابسات المادية. كان جاء عادي، كما جاش عادي. علاش؟ خاطر احنا بيدنا كنا في علاقة ماهيش حرفية، احنا ناس متطوعين هواة. كان موجود مش موجود لا يهم. وهذا اللي فسر الى يوم الناس هذا التواصل متاع التياترو، لانه الان ولو دخلنا في موضوع اخر مع تجربه التكوين وغيره. اي احنا كهوات، احنا هوات بيبينيير متاع دي زاماتور دي باسيون. حتى ولو وزاره الثقافه غير راضي علينا وهذا شيء في صالحنا ونتشرفوا به وليس لنا لا من دعم. عنا كما قلت موضوعين، نحن نحتمي بالجمهور والجمهور يحتمي بنا إلى حد هذه اللحظة، وكل شيء مؤقت على كل حال. أكيد أقرب المقاطع لقلبك في كلام الليل أنا هي الديمقراطية أم سيسي. لا هذوما شعبين. علاش الديمقراطية حاجة هايلة؟ لا هذوما معروفين. ثم زلزال مثلا وقتها بتاع المسلسل بتاع زلزال نص صعيب شوية وقح شوية كثير من نصوص. لا أنا يعطيني تراني قادر يجري وراها الطبة. هو باش نقول لك أنا دائر من سي محمد قديش هو عمل لهم نص. هو بداية كلام الليل كما قال سي روف صديقنا الدكتور محمد قديش كان عندهم كونغري ميديكال، أصدقاء كنا. أي استدعانا انا وسي رؤوف وقاعدين مع اصحابنا الاطباء وكل شيء، فانا هكا نلعب كتبت نص. انا عندي كما ثم الطب يحب القلب، انا عندي قلب يحب الطب. كانت هذه اول نص كتبناه في كلام الليل لعبه. ثم تداركنا الموقف وجات الخبره. فثم برشا نصوص واحد بشيء واحد بلاش كيف سوفيستيكي ماش كنت تذكروا. اقرا واحد شيء بلاش خاطر قصير ياسر كان تذكروا
واحد شيء واحد بليش نذكره. اي واحد شيء واحد بليش. اول حلقة. ثم حاجة التوى ما زلت ما فهمتهاش. علاش مرة نعمله واحد بشيء ومرة نعمله واحد بليش. ما فهمتنيش. التعادل ما يجيش. الواحد بليش ما عنده شيء. والواحد بشيء يقعد بليش. المشكلة فين؟ في اللي عنده واحد بشيء حاس بروحه واحد بليش. واللي عنده واحد بليش حاس بروحه شيء. هذه يمكن تنطبق على الأحزاب تقريبا. هذاك خايف لا يضيع الشيء والآخر متعبه بلاش ما يسواش. هك علاش لكون يسمعوا كلامي ناخذوا الواحد متاع اللي بشيء والواحد متاع اللي بلاش يوليوا عنا واحد وواحد وشيء ببلاش. كانك على الواحد وواحد يوليوا سنين تقعد شيء ببلاش. شيء بلا بلاش حتى شيء وبلاش بلا شيء حاجة ما ثماش. واللي ما ثماش محسوب صفر. عاد مش خير لو كان نقعدوا اثنين بصفر خير من واحد بشيء واحد بلاش. زعما لو كان يزيد وقت اضافي ما يتبدل شيء. علاه يا اخي الوقت الاضافي جاك بلاش مثلا يعني مثلا تنطبق شوي على الحاله الراهنه تنطبق ديما كل شيء صالحه ولا مسوء بي توفيق. نعم شنو اخر عندك هكا انك انت عندك وانا بتتر ميل خاص للكتيبة هذية اللي هي اليوم مثلا ما عاش نرقاو حتى شيء ما يشبه في حتى شيء من الستيل هذا. يعني انت قلت قبيلة المسرحي معناها مش به انه يقعد بريزونيي مك العمل حتى ولو كان فيه نجاح معناها حتى الجمهور يطلبه لازم هو يكون عنده الرغبة في هذا وعنده الإضافة اللي حاب يقدمها خاصة الإثارة مش يجي إنسان يكتشف موش باش يتعامل معاك هاي سيدي مصلحة بعد البيع كما نقولوا مو باش يكتشفه اللي في سيربريز باش يكتشفه هذا احترام الذكاء للظهور المتفرج مهم هذا طبعا وفي احترام ذكاء المتفرج احترام للموضوع بيدو للفنان بيدو المسرحي بيدو اللي قد الأسلوب بيدو ما نعرفش يعني هو موش مثلا مش تكنيك نقولوا هاي باش هاو الأسلوب ساعة يقول لي واحد كتبت سيفلان مسرحية كدون طون ستيل صحيت يعني ما عملتش عملة كبيرة لويه فش قامش دخلك انت خلي ستيل شايف طون ستيل لا خلي تفضل انت ابتكر ما هذا جاي من قنوات اخرى كل حال الادب المسرحي والمسرحيين اللي في السنوات الاربعين الخمسينات والستينات وما ثم تراكم في نوع من المسرح ونوع من الكتابة وأكيد الواحد يتأثر بشيء ذاك وثم المنطقة اللي هو الإنسان فيها أكيد ثم شيء في اللاوعي يعني ما نقولش الأسلوب فيه جزء كبير من اللاوعي يبا التكنيك ولا كيف تصبح مؤلفا في شهرين ما ثماش منها أكيد سيراوف انت كلام الليل معناها حاجه فارقه في حياتك سيت اون اكسبيريونس كبيره وي بطبيعه الحال بعد يعني جوست نكمل لك علاش طرحت عليك السؤال هذا لانه صعيب زاده انك في المسرح باش تعمل حاجه والعباد تتبعها وتحبها وبعد تنقطع فجاه انقطع فجاه على خاطر بعد شوفوك شايف سينما شايف تيلي ما ثماش برشا فرص باش تخدم المسرح وأنا تلزيت عملت أشغال أخرى خدمت معناتها في شركة سياحية وكذا دونك ما نجمش أنا خاطر مسرحية راهو ثلاثة شهور ريبيتيسيون بعد تقعد مربوط عام ومواعيد وكذا هذاك اللي خلى الشيء يتقلص وما نلقاش راحتي مع معناتها في حاجات أخرين عملتهم والمسرح كيما قالك معناتها من المدرسة احنا بدينا بشكسبير ودي بروا وكذا واحد كل شيء ومن بعد التجربة والقراية وكل كلام الليل جات كأنها بوفيه دوكسيجين تعطيك لا بوسيبيليتي باش تلعب 10 ادوار مختلفين في ساعه. شكون ممثلك المفضل في كلام الليل؟ انا يقتلني كمال توتي. انا كي نشوفه نضحك كمال توتي هو كل واحد راه واحد. اؤكدوا ذلك فما انا اؤكد الله يرحمه محمود الرناوت عنده زنست بهنيس رجل ديريكتور سنترال في بنك يجي في الليل كذا وتوفيق يجي فيه يهز حاجب صاله ترحل انا حتى بالميميك ينجم يفلق الصالة بوكوا باسكو سي سانسير فما جو انا لو كان صورنا شي يصير في الكواليس سي تي نوتر سيري شنو يصير في الكواليس توفيق الضحك
لاك ما تخافش سي كمال وسي اللي حاطط منديل على خشمه. كمال كما قلت انا ناكد كلام سي دايرو كمال من انا عندي انا من اهم ممثلين صحيح ولكن كيفاش هو مي بو امبروفيزي بوندون ديزو يمارس في فنه ويمارس في مهارته هذا كان موضوع اخر يخصه هو في كلام الليل معجزه وعنده طاقه في الارتجال قبل العرض. كواليس كلام الليل سي توفيق الارتجال انت تسمح بالارتجال الممثلين يعني يزيدوا حاجات؟ لا قبل انا ضد الارتجال من اوله الى نهايته طبعا. وين يجي تقريب ثم مناطق تو هو طريقه العمل نتاعنا اولا ساعه ما يحطوش النصوص في المرتبه الاولى ساعه نحضروا المناخ المسرحي الاليات المسرحيه البيئه الوسط نتاعها كيفاش ومن بعد النص يجي باب لا يجي النص الفلاني لا نخطط للنص باش نخطط قبل المسرحيه نجهز لها المناخات الكافيه وبعد يخلط النص. ثم احيانا سي كمال تواتي هو يرتجل في البروفات ولكن من بعد وقت اللي ساعات كمال يقعد ساعه نعمل ممكن يعمل ارتجال بساعه وحده قولوا توا اي سي دي توا تراه عاود لي كانك قول بروحك تراه عاود الشيء اللي عملته يقتضب ويكتبوا من فوا تكتب وتحط وانتهى ما فيش. توفيق كمال كان يعرف برشا يعمل بروفيزاسيون تاع ساعه تولي قلتها في السورسين سي فري عاد قال توفيق انت اعرق ممثل في تونس. لا حتى في العروض يعرق انا مره سلقت يعرق برشا انا مره سلقت اما يسانفيستي يا السورسين خلي اخر امور اللي ما ريتش واحد سخي مع روحه شيخ كممثل ما عنده حتى كيما كمال تويتي ما عنده حتى تحفظ. شكون اهم الناس اللي جاوا حضروا كلام الليل حضروا شاركوا فيها معناها لا اهم المتفرجين اللي جاوا شافوا كلام الليل لا كانوا يجيو في العهد السابق كانوا يجيو الاوفياء اهم تنجم تكون من عندها برشا معاني الاوفياء الوزير الاول سي حمد قربي سي محمد شرفي راح محمد شرفي الدالي الجازي سي احمد السماوي سي منصور الرويسي ولو الوزراء تاعكم هذوما الاوفياء ولو يلوموا على خاطر هو مره في فان داني قال لي قول لي شو تتمنى انت لوزير التعليم وش عندك ما تقول له وزير التعليم قلت له شو عندك ما تقول لوزير التعليم العالي بمناسبه السنه الجديده قال لي نقول له اللي لايك لايك واللي خطيك خطيك خلاص سي داني الجازي قال بون صار انتم معاه هو قالوا لا ارجع سير بيوك كي جا داني الجازي مره اخرى قالوا ان النظافة من الالمان دي برايفت جوك سميهم بالانجلي هذوما الاوفياء اللي يقصوا تسكرهم فما شكون يقص اي ثم شكون يعمل روحه ما في بالوش ثم مره بنت الرئيس جات مع ثله من الاصدقاء وداخلين في الباب قال لهم وانت تسكر تسكر باهي ومشاو قصوا حتى تحرجوا من الموضوع. اي جمهور لا ولا ساده جامعيين وشباب ما انا الببليك سي مش هو حتى نوصلوا للقلوب حتى نوصلوا للقشور تاع القلوب حتى القلوب بدا يتيح المستوى المتفرج الى القلوب وحتى عمل لهم سكتش للقلوب الكحول والقلوب الابيض. ثم مره وزير جاء حضر ما لا فايده في ذكر الاسماء ومعه شخص بي دي جي تاع الشركه في هنا تونس في اللونتراكت خرجوا ما قعدوش وانا عندي بالصدفه معناها ثم مشهد نقول فيه لو كان جيتوا البارح راهو برشا وزراء جاوا وفيهم اللي باش يتعين وفيهم اللي تكسر قلنا ثم البارح ثم وزراء جاوا ما قعدوش قالوا طويله وما فهمنا شيء قلت لهم عجب صح احنا عندنا 50 سنة واحنا نتفرجوا ما فهمنا شيء ومازلنا قاعدين
50 سنة استقلال. دونك اي معقول يعني معقول ثم شد و مد وجزر قال الاخر. باهي اذا كان نقولوا كلام الليل من واحد حتى العشرة رجعت في بعد 2011 بعد هنا تونس لا بعد بعد هنا تونس بلصوص بغداد يسطو كلام الليل يسطو كلام الليل 11-9 لانه نسبه الى التنتان تاع نيويورك كلام الليل 9-11 يسطو عليه لصوص بغداد ومن بعد 2013 رجعت بمسرحيه 0 فاصل وقتها كنا مو شو حبيت تقول بها 0 فاصل لأحنا كنا الفصيلة اللي كنا احنا 0 فاصل فيير دوليت احنا قلت لهم احنا نحبوا الفن يكون دائما 0 فاصل لانه لو يحصل اغلبية واللي ما عادش ممتع ما في شيء احنا 0 فاصل نعم نحن كذلك. رجعت بالمسرحية هذية يعني شو كان السبب علاش رجعت لها بعد السنوات هذه الكل؟ هو صفر فاصل هي كانت الديكلانشور يعني ها وما انه ثم تراث اسمه كلام الليل 1-2-3-4 قلنا به هات نلصقوها في كلام الليل صفر فاصل معناتها ربطنا واحد ربطنا فترتين كوا ما قبل وما بعد, ما بعد. وما قبل وما بعد وكانت كما قال قبيله نحكيه كان كتابتها متطورة من حيث الكتابة المسرحية على كلمات الليل الأخرين كانوا كان ثم كتابات منفصلة على بعضها شوية في المواضيع وغيره هذه يا بيدي مونولوج ان انجلي بلوز الابوري وشكسبير ومقاربات بين ماكبيث وأملات كي تشوفوا الاتيغاد موظفة على الحالة اللي تونس وقتها كذا فهمتني في تشوف التقارب اللي حتى من شكسبير لازم تلقى حاجات تحيلك بالآخر دونك يا انترافاي كما قلت لك فما خدمة كبيرة على النص في تهذيب اللهجة وفي تطرق للمواضيع الهامة بصفة خاصة معناتها وبحبكة هو مش تهذيب ما نحبش ياسر تفتيت 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 تفخيخ اللهجة تفخيخ اللهجة هاي أصح خاطر لغتنا في الحياة في الحياة الاجتماعية لغتنا مبتذلة ياسر سخيفة ياسر فقيرة وتدل على ودخلوا لها كلمات أفقر منها على حالة ذهنية تعبة ياسر معناها مفرداتها استعمالاتها الحيز العاطفي متاعها يعني شيء مفجع لكن نهار نحكي مع دي زيليف لما نقصوا من التوشحيل قاموا يضحكوا ما يعرفوهاش كلمة ثم كلمات اللي هي مش متاع زعمة انتم جيلكم هذاك وجيلنا لا ثم كلمات فقدت لأنه حيز تعرف اللي حسب دراسة قاموا بها من عشر شكون الإنسان العادي العادي في يستعمل 15,000 كلمة في حياته اوكي ليكسيك هذا هو ليكسيك يبدو ان التوانسه يستعملوا 5000 التوانسه بالذات عملوا حسبوها معناتها شوف انت ال 5000 شيهم فيهم سيدي جا وفيهم مريكل وفيهم يا معلم وفيهم يا حاج وفيهم دبر راسك وسايس روحك وفيهم برشا كلام برشا كلام هذا هما القاموس نتاعنا والقاموس العاطفي تحدث ولا حرج نحشم باش نعاودوا حتى في كلام الليل نحشم مش وقيت بتاع كلام الليل أخرى إذا كان بهذه بالمفردات هذه ما نتصورش عندنا ما نتصورش سيدي جا وفات الفوت سيدي جا فات الفوت ما تخممش في هذا كلمات الحب حاجة مفجعة كلمات العلاقة بين المرأة والراجل حاجة مفجعة مهمش المنطيق بالكل لميتهم مرة في الفيسبوك يندى له الجبين يعني الجبين والباقي كله يندى كل شيء ما تخممش في كلام الليل جديدة برؤية أخرى علاش ما عندنا توا احنا قاعدين عملنا 30 سنه وانا حاير فيك اخيرا هاي هو كلام الليل كيف تشوف خاطر نعرف اللي عندك نصوص كلام الليل مازال ما تعملتش ايه تمثل هو كان تولي فوند كوميرس كلام الليل ولا كما قلت قبيله مصلحه بعد البيع تمساط يعني ما عادش نولي انا مره كل 5 سنين مش فوند معقول مره بعد قداش مره بعد قداش اون بليس النصوص موجوده لذلك زيدوا نهتروا شويه زيد الوضع معناها يحتم علينا انه هكا نرمي رمية أخرى
بالك بالك نستمتو شكل آخر من أشكال ال ممكن المشهد الآخر، لأنه وضعنا تو وضعنا توتي تقول السخرية مثلا كزعمة ودوزيم دوغري وترازم مازال عندها نفوذ تؤثر في هذا المجتمع البذيء غريب معناها خطر برشا تيرا تيرا ايه تحت برشا 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 ملاوي.